بونسوار سبايا، كيفكم؟ اليوم الفيديو كتير ناعم خفيف سهل وبسيط بس له فوايد كتير. اول قبل ما بلش بدي اسال عن اهل الجزائر، بدي اقول لهم الله يكون معكم. سمعنا انه في حرايق كتير، فبليز متابعاتي الجزائريه طمنوني عنكم ولو بكومنت صغير، انتبهوا على حالكم. الفيديو لليوم، اليوم بدي اعمل صابون مبروش، بدنا نحط له ورد مجفف، بدنا نعمله باشكال كتير مهضومه، بينحطوا بكياس كمان شيفون او هيك، لهم كذا استعمال، هلا رح خبركم عنهم بخلال الفيديو اكيد. مكوناتهم سهله وبسيطه جدا، ما فيها اي تعقيد، بيعطوا شكل حلو بالكيس، هن موجودين بالكيس وفيكم تحطوهم كمان بغير كيس اورغانزا ولا سيلوفان ولا اي شيء، يعني فيكم تحطوهم بمرطبين كمان مثل هيدا اللي انا عاملته، وحقلكم بشو بتزينوا فيه هلا ولشو استعمالاتهم. حريت اللافندر اي. بس قبل ما بلش الفيديو، بليز اللي عم يشوفني لاول مره ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك تيوصل لعدد اكبر من العالم. وهلا خلينا نبلش. اليوم بدنا نعمل الصابون المبروش بالورد المجفف اللي منزين فيه السياره تبعيتنا، بيعطي ريحه كتير حلوه وريحه نظافه بقلب السياره. نحن ما عملنا شيء هيك من قبل، هذا فيديو جديد، فينا نزين فيه او نحطه بخزايننا لتعطير الخزائن وسحب الرطوبه منهم، وبتضل ريحه الخزانة وريحه الثياب كتير حلوه. فينا نحطهم كمان بشنتنا لما مندب شنطتنا، مثلا عم ندب الثياب الصيفيه ونطلع الثياب الشتويه. مثلا انا بحط اغراضي بشنط كبيره ثياب الصيفيه لانه ما عندي محل بالخزاين، اسم الله الخزاين كلها مليانه، فانا بحطهم بشنط كبيره اذا بدي ضب الثياب الصيفيه، بحط هالكياس فيهم اللي فيهم الورد وفيهم الصابون. اول شيء بيبعدوا البكتيريا او البكتيريا عن الثياب، بتضل الثياب محافظه على ريحتها الحلوه، يعني ما بحاجه تغسلوهم بس لتطلعوهم بعدين. لهم فوائد كثير حلوه. واخر شغله كمان، فيكم تزينوا العلبه اذا عملتوا مشروع تجاري، اذا عملتوا بوكس يعني جيفت بوكس اللي بتتقدم كهديه او هيك، فيكم تحطوا مع غراضكم اللي بتحطوها بالبوكس مثل الصابونه، المقشر، اللوشن، الكره الفواره، فيكم تحطوهم بكياس كمان اورغانزا او هيك كنوع من تعطير العلبه. بيعطي تعطير للعلبه، يعني الزبون لما بيفتح العلبه بيلاقيها ريحتها كثير حلوه، ريحه صابون، فكمان شغله كثير مهضومه وحلوه. اول شيء تنعمل كياس الصابون المبروش مع الورد المجفف، انا بحاجه لصابون، اي صابونه عندكم، انا عندي هيدي الصابونه، صابونه زيت زيتون، برشت مثل ما شفتوا صابونتين منها حسب قد انا بدي اعمل الكميه، وبحاجه كمان لورد مجفف. هلا الورد المجفف شو بيعمل؟ الورد المجفف بزين الكيس، يعني انتم ما فيكم تحطوا كيس صابون بس هيك بدون ما تزينوه، خاصه اذا انتم بدكم تحطوه بالعلبه، علبه الهديه اللي بدكم تبيعوها للزبون. الورد المجفف بيعطي شكل كتير حلو، حتى انا امرار برش ورد مجفف بالعلبه هيك بطيشرهم وين ما كان، بيطلع كمان شكلهم كتير مهضوم. بحاجه كمان قلنا اول شيء لصابون، انا برشتهم صابونتين، بحاجة كمان لورد مجفف. هيدا الورد الأحمر اللي عندي، فيي حط بيبونيج أو كامومي، فيي حط كمان روز لونه زهر، فيي حط لافندر، كمان اللافندر بيعطي ريحة بتاخذ العقل. أي شيء نوع ورود أعشاب فيكم تحطوا، حتى فيكم تحطوا اكليل الجبل مجفف، يعني في كتير قصص فيكم تحطوها بكياسكم مع الصابون. بس انا اكثر شيء بحب هيدول الاربع شغلات، الورد الاحمر، البيبونيج، الروز الزهر، واللافندر، بلاقيهم حلوين وقيمين يعني مرتبين. وبحاجه لاخر شيء لكياس من هيدول، المفضل انه يكون الكيس لونه ابيض مثل ما شفتوا، شفاف يبين شو حاطين فيه. انا مره غلطت غلطه حياتي، او بالاحرى مش انا اللي غلطت، هن غلطوا اللي جبت من عندهم الكيس، طلبت كميه كبيره تقريبا من شيء 300 كيس،
وطلبتهم ابيض بهيدا اللون، قاموا جابوا لي اياهم هيك. طب انا ما بدي هيدول الملونين. شو بدي خبركم، كل الالوان، ليكو الاحمر ما حبيته ابدا، الاصفر يعني ما في، في ناس بتحب هالشي. هيدول وين بفيدوا؟ هيدا حلو هاللون، هيدا الخمري وين بفيدوا هيدول؟ اذا انتو علبه، العلبه اللي عاملينها او الجيفت سيت اللي عاملينه مثلا صابونه ورد او شيء او مكشر ورد، ما هو انتو اذا عملتوا العلبه حتعملوا كل شيء مثل بعضه، مثل المكشر على ورد، الصابونه على ورد، اللوشن على ورد، كل شيء. فحلو هيدا ساعتها تحطوا الورد فيه والصابون بيطلع لون الورد يعني مهضوم، غير هيك ما حلو يستعمل. اوكي، ومثل ما قلت لكم انا جبت هدول الاكياس البيض، فيلا خلينا نبلش. هلا اول شيء بده يكون عندي انا صحن غميق هيك، وهي الصابون اللي برشناه هون، لازم يكون الصحن ناشف من المي كليا. هحط قد ما بدي، يعني انا بدي اعمل كيس كبير، فيكم انتو تعملوا الاكياس الصغيره اللي قلت لكم عنها، هدول الصغير المهضوم. هجرب اعملكم بهيك كمان منشان ما ياخد كتير، يكون كتير الكيس كبير وبياخد كل الصابونات. انا هدول ساقه بيت جبتهم كبار. المهم منحط شوية صابون مثل ما شفتوا، هشيل منهم، هعمل كيس صغير انا. شغلة كتير هينة وبسيطة وعن جد يعني بتعطي جمال كتير حلو. هحط ورد مجفف فيها، يعني ما بتصدقوا قد ايه بتعطي شكل حلو للبوكس او علبه الهدايا اللي بدكم تبعتوها او تبيعوها، بتعطي شكل كتير مهضوم بقلب البوكس يعني، وبتعطي ريحه صابون حلوه. مثل ما قلت لكم اول الزبون اول ما يفتح العلبه بلاقي ريحه صابون، صابون هيك زيت زيتون يعني، ف ومع الورد وهيك شيء كتير حلو. وهلا بتعبوه هون بالاكياس، هلا شوفوا شو بيطلع، كتير مهضومين. حاولوا جيبوا أرخص أنواع الصابون اللي هي زيت زيتون أو زيت غار، بعتقد زيت الزيتون أرخص، فحاولوا ما تحطوا صابون غالي النوع، وأكيد لما بدكم تحطوها بالبوكس حتكونوا حاسبين سعرها، هيدي منا هدية لأن والله طلع حلو هالكيس، شو مهضوم كتير طلع حلو. لا عجبني لونه، شفتوا شو مهضوم. هيدا بيتعلق بالسيارة كمان، قدي حلو لما بتعلقوه بالسيارة بتحسوا السيارة كلها ريحتها نظافة عن جد. وهلأ انتقلها للكيس التاني، كمان هيدا حيطلع كتير شكله حلو. بدنا نعمل هلأ بالورد الزهر، حتى هيدول الاكياس هيدا اللي عملناه حتى فيكم تحطوه بالحمامات، اكياس معطرة للحمامات كمان بيطلع شكلهم كتير مهضوم. هلا كمان حناخد صابون مبروش، يعني شغلة هينة وبسيطة، ليه حبيت اعلمكم اياها؟ لانه ما في منها كتير، وفي كتير ناس ما بتعرفها يعني، ما بتعرف انه بتقدر تعمل هيك. حنحط بعد شوي لانه بدي ساوي هيدا كيس كبير، هيدا الزهر حنحط من هيدا الورد. يا الله شو حلو هالورد، بيعطوا جمال مش طبيعي عن جد. احلى شيء الوحده تشتغل بالورد وبالهيدا. هلا هيدول الوردات اللي جبتهم شوي غاليين، لانه كل حبه بحبتها طلعوا اغلى من هيدول الاحمر. وهلا بدي فرجيكم التاني اللي عملته انا، عملنا مثل ما شفتوا الاحمر اللي طلع كتير حلو، عملت انا هيدا اللي فيه ورد زهر كمان، عن جد شو بدي خبركم شو مهضومين. الاكياس طلعوا حلوين بس لحطينا فيهم الهيدولي، وهيدا زهر كمان. هلا اخر واحد بدي اعمله، بدي اعمل لافندر، حطيت كمان صابون مبروش هون. مثل ما شفتوا انا ما برشتهم كتير ناعم،
بلشتهم شوي خشين احسن. بدنا نحط فيهم لافندر. اللافندر كمان بيطلع بيعطي ريحه كثير حلوه مع الصابون. هنجيب لكم شوي. وهيدول خاصة قطفتهم جديد ما لهم زمان، يعني طازة ومجففتهم مشان هيك بعدهم محافظين كتير على ريحتهم. الحلو باللافندر انه قد ما خليتوه سنين ما بصير له شيء. هالاشياء الورود المجففة كلياتها بتلاقوها عند العطار، يعني تصوروا حتى انا لافندر لقيت عند العطار، بس انا تحت البيت زارعين لافندر، فلما ببلشوا شوي بيدبلوا بجفوا بتلاقوني نازلة عم بستولي عليهم، بصير في عمليات سرقة تحت، عرفتوا؟ سرقة الورد. هلا فيكم كمان تحطوها هيك مثل ما هي، هيك كمان كتير بتطلع حلوة. هي شو حلوين، شوفوا الجمال طلعوا. هلا ما مبينين بالكاميرا، هن لونهم احلى اكيد. هجيب بعد كيس هحطهم بهيدا الكيس الازرق. نجيب ملعقة لحسن. عن جد إذا شفتوا هيدي الشغلات الصغيرة هيدي أول شي بتعطي جمالية لشغلكم، وبتعطي كمان أكيد إلها إفادات كتير. أنا هيدا الكيس هو الشيفون أو الأورغانزا أو أي شي، بتعرفوا شو بعمل؟ في عندي ليفة اللي بتفوت بكف الإيد، ما بعرف إذا عرفتوها، هيك ليفة بتحطوها بكف الإيد وبتليفوا الجسم. انا هيدا الكيس بحطه بقلب الليفه، يعني شو بدي اخبركم. ليك شو حلو هيدا، كثير حلو اللافندر فيه هيدا. فصار عنا 4 اكياس كثير مهضومين، فيهم كذا بتستعملون كذا استعمال مثل ما خبرتكم، لتحطوهم بالشنط، تعطروا فيهم خزاينكم، تعطروا فيهم الحمامات، تعطروا فيهم السيارة تبعيتكم. أول شي بيعطوا شكل كتير حلو وبنفس الوقت لهم إفادة. فيكم تحطوهم كمان بشنطكم السفر لما بتسافروا كمان، أو لما بدكم تشيلوا تياب الصيفية وتضبوا تياب وتطلعوا تياب الشتوية بتحطوهم بالشنطة اللي بتضبوا فيها أكيد تيابكم. الفيديو لهلا خلص. بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تطبقوهن، ومثل ما قلت لكم حطوا فيهم ارخص نوع صابون، ما ضروري تقلوا الصابونة او تبرشوا صابونة غالية كتير، فهيك بتوفروا اكيد عليكم. ولهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وهلا بتشوفوهم بالشكل النهائي. وهيدا شكلهم النهائي، كتير طلعوا مميزين وحلوين. لهون بكون خلص الفيديو، بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد.